رئيس الجمهورية أكد أن جيل عهد الثورة قد انتهى. هل هذا يعني أن تشكيلة الحكومة القادمة ستخلصنا من الشيوخ المتواجدين في الحكومة حاليا؟ وشكرا. بارك الله فيك. هارواح نمد لك بعد الاستقالة نتاعي من ضروك. أنا نعتبر من الشيوخ. احنا رانا في خدمة الوطن، إذا احتاجنا الوطن رانا واجدين، إذا ما احتاجناش نكونوا مرتاحين.